أهلا بكم مشاهدينا. في الفترة الأخيرة انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بيع ما يعرف باسم السبائك البلدي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب في الوقت الحالي. فخرجت شعبة الذهب ووضحت حقيقة السبائك دي وكمان حذرت منها، كمان بينت ايه هي يا ترى الشروط الواجب توفرها في السبائك دي عشان يتم تداولها وبيعها وشراها بشكل قانوني وصحيح. وفي تغطيتنا دلوقتي هنستعرض لحضراتكم كل التفاصيل. في ظل ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة ظهر مصطلح غريب وجديد في أسواق الذهب ما كانش موجود قبل كده، وهو السبائك البلدي، وانتشرت محاولات بيع وشراء السبائك دي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وده طبعا بما يخالف مواثيق العمل والقانون وبتفتح أكيد مجال للغش والتلاعب التجاري. لذلك قامت شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بتوضيح حقيقة السبائك دي، وقالت إن سبائك الذهب البلدي سبائك غير مدموغة بيتم تداولها وهي غير مطابقة للمواصفات، كمان بيعد بيعها للمستهلك غير قانوني. وأشاروا إلى إن السبائك البلدي بيتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على أن تدمغ وتعاير بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية. وحذرت الشعبة من إن السبائك دي غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق، ولفتت إلى إن الأرقام المدونة عليها ختمت بمعرفة الورشة اللي أنتجتها، وطبعاً ده غير مضمون بشكل رسمي وبيفتح مجال واسع لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي، وطبعاً لم تسدد عن إنتاجها ضريبة أو رسوم دمغة معايرة. كمان بتعد السبائك دي غير صالحة لاستخدام المستهلك نهائي، وجهت نصايح للمستهلكين انه يجب عليهم عدم الانصياع للدعاية وشراء منتجات غير مضمونة او غير قانونية. وطبعا اكدت انه حاليا بيوجد في السوق المصرية شركات منتجة للسبائك وبتتمتع جميعها بمواصفات الجودة اللازمة من الدمغ بالدمغة المصرية وجودة عالية ومراقبة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين. وضحت الشعبة الشروط اللي يجب توافرها في السبيكة عشان تكون صالحة لاستخدام المستهلكين، وقالت انه من اهم الشروط دي انها تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، وده طبعا لضمان عيار ووزن السبيكة بالاضافة لختم المصنع المنتج للسبيكة، كمان يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها، وطبعا فضلا عن ضرورة استلام العميل فاتورة بالسبيكة اللي اشتراها. وكمان وضحت ان السبائك غير المدموغة اللي بيتم تداولها حاليا غير مطابقة للمواصفات وبيعتبر بيعها للمستهلك غير قانوني. ورصدت الشعبة مؤخرا عدة أنشطة لعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتشكل تهديد مباشر على حركة تجارة الذهب والمجوهرات، على رأسها ظاهرة إعلان بعض محلات الذهب عن خصومات وتخفيضات قوية في أسعار المصنعيات على غير الواقع بما يخدع المستهلك. فتواصلت الشعبة مع الجهات الرقابية المسؤولة في الدولة لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التجار والمستهلكين، مما يشهد سوق تجارة التجزئة في الأيام الأخيرة من الإعلان الخادع التي تدعي أن سعر المصنعية للجرام عيار 18 لا يتعدى 30 جنيه، وهو سعر أقل بكتير من تكلفة تصنيع مشغولات بمواصفات صحيحة ويمكن بيعها بالمحلات دون تلاعب بالمستهلك. وناشدت المستهلكين بعدم الانخداع بالإعلانات غير الصحيحة المنتشرة، وحذرت أصحاب المحلات من الإجراءات اللي بيتم اتخاذها لحماية المستهلك والتجار من الممارسات دي، حيث بتخضع الممارسات دي رقابياً لجهاز حماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة. والآن سنوضح لحضراتكم بشكل سريع أسعار الذهب وفق آخر تحديث، مع العلم أنه بيتغير على مدار اليوم، وده طبعا لوفقا لآلية العرض والطلب
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 2566 جنيه، وسجل عيار 21 2245 جنيه، وسجل الجرام عيار 18 1924 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 14497 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه عيار 24 17960 جنيه، وبلغ سعر الأونصة عيار 24 2014 دولار. أعزائنا المشاهدين، كده تكون خلصت تغطيتنا. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء. Thank you.